ما قال العلماء. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أما كلمة يوزعون فمعناها يرد بعضهم على بعض، يرتبون ويصفون. ومنه الحديث المرسل من حديث عبد الله بن كريز رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر، لما يرى من تنزل الملائكة. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: وما يرى أو وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. يزع يعني يرتب ويصف، المتقدم يرده إلى الصف والمتأخر يدفعه إلى الصف. ومنه قولهم: لا بد للناس من وزعة، يعني يرتبونهم ويصفونهم ويجعلونهم يمشون على صراط مستقيم. فهذا معنى يوزعون، يرتبون ويصفون. فأخذ منه مشروعية الترتيب. ولقد قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فالترتيب والصف أمر عليه أدلة كثيرة. وقد أورد العلماء فائدة واستدل لها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بحديث إن كان في سنده مقال يسير، حاصل أن المشابهة الظاهرية تجلب مشابهة في القلوب، والمخالفة الظاهرية أيضا تورث مخالفة بين القلوب. استدلوا لهذا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وهو أن النبي قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمساواة الصفوف تجلب تآلفا في القلب، مخالفات الصفوف تجلب تباغضا في القلب. وأيضا استدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أورده ابن كثير ويقول فيه ضعف، كان يقرأ بسورة الروم، وهذا أورده في أواخر سورة الروم، فلبست عليه صلاته، لبست عليه قراءته، فقال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا صلاتنا؟ قال ابن كثير رحمه الله، والعهدة عليه لكن إسناده فيه بعض الضعف: وهذا إسناد حسن ومتن حسن، ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن وضوء المأمومين وسلامة صلاة الإمام وسائر المأمومين. فالشاهد أن الاختلاف الظاهري يورث أيضا اختلافا بين القلوب، والاتفاق الظاهري يورث اتفاقا بين القلوب. ولذا ما خالف ابن مسعود لما صلى عثمان الظهر أربعا بمنن وتبعه وقال: الخلاف شر، ما دام في الأمر فسحة لدفع الخلاف. والرسول يقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فدوما نسعى لجمع الكلمة ولنبذ الفرقة ولنبذ الاختلاف حتى الظاهري كي لا يؤثر ذلك على سلامة القلوب. فكلمة يوزعون، يرتبون،
يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم حيث يستوون.